عملية الإحصاء اللي راح تنطلق إن شاء الله يوم 19 ماي إلى غاية 17 جوي، هذا الأمر اللي يهمنا نحن كفلاحين أكثر من غيرنا. ولذا اليوم جيت نحسس الفلاحين ونوعيهم باه نوقف بالعملية، عملية تهمنا ومهمة جدا، باه نعرف قدراتنا، نعرف إمكانياتنا، ونعرف أراضينا، ونعرف إنتاجنا. هذا الإحصاء يعد من أهم النواه بعد الاستقلال، بعد الإحصائيين اللي داروا في سنة 1973 و2001 طبعا، وعلى أساس هذا الإحصاء، أساس الأرقام اللي راح تكون عندنا على أساسها راح تكون بناء استراتيجية تنموية لكل القطاعات. هذا الإحصاء ونزيدوا باش نطمنوا الفلاحين، الإحصاء هذا في صالحه وفي صالح الفلاح، باش يشوف واش عنده الإنتاج الوطني الحقيقي.